السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهاردة بيتكلم عن موضوع التصحر desertification. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. desertification is التصحر هو the dry areas المناطق الجافة like deserts مثل الصحاري. بدأنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أن التصحر هو المناطق الجافة مثل الصحاري. desertification يعني تصحر، dry يعني جاف، areas يعني مناطق، جمع area منطقة، areas مناطق، dry areas مع بعض يعني مناطق جافة، like يعني مثل، deserts الصحاري، جمع صحراء، desert deserts الصحاري. The causes of desertification are أسباب التصحر هي، دلوقتي هنبدأ نذكر أسباب التصحر. fire الحرائق، climate change تغير المناخ، drought الجفاف، deforestation إزالة الغابات، and human activities وأنشطة الإنسان. بقول هنا أسباب التصحر هي الحرائق، تغير المناخ، الجفاف، إزالة الغابات وأنشطة الإنسان. causes يعني أسباب، desertification قلنا من شوية يعني التصحر، fire يعني حرائق، climate يعني المناخ، change يعني تغير، climate change مع بعض يعني تغير المناخ، المصطلح ده أغلبنا عارفينه، drought يعني الجفاف، deforestation هي عملية إزالة الغابات بتسمى deforestation. human activities، human يعني إنسان أو بشر، activities يعني أنشطة، جمع activity نشاط، human activities مع بعض يعني أنشطة الإنسان. when we farm the land، عندما نزرع الأرض، many times عدة مرات، the soil will change ستتغير التربة and be dry وتصبح جافة. بقول هنا ايه؟ بقول اننا عندما نزرع الارض عدة مرات ستتغير التربة وتصبح جافة. farm يعني نزرع، land يعني الارض او الاراضي، many times يعني عدة مرات، soil اللي هي التربة، change يعني سيتغير او يتغير، be يعني يصبح، dry يعني جاف قلناها من شوية. so ولذا، it won't be good for farming، لن تصبح صالحة للزراعة. بقول هنا ايه؟ بقول ان التربة لن تصبح صالحة او جيدة للزراعة. so معناها ولذا، want هي اختصار لكلمة will not. طبعا احنا مش هنكتب الاختصار ده في الباراجراف، ولكن انا كتباه للتوضيح. want هي النفي في المستقبل، اختصار لكلمة will not، نفي المستقبل. be قلنا من شوية يعني يصبح. good هنا بمعنى صالح أو جيد. for farming للزراعة، farming يعني الزراعة. we can build يمكننا بناء new houses منازل جديدة in the deserts في الصحاري and live there ونعيش هناك. بقول هنا ايه؟ بقول انه يمكننا بناء منازل جديدة في الصحاري ونعيش هناك. وهنا بتعود علينا جميعا، كان يعني يستطيع او يمكنه، build يعني يبني او بناء، new يعني جديد، houses يعني منازل، new houses مع بعض يعني منازل جديدة، deserts قلنا من شوية اللي هي الصحاري، live يعني يعيش، there يعني هناك، there هنا بتعود على الصحاري. there are some countries هناك بعض الدول that suffer from desertification التي تعاني من التصحر like Lebanon and Jordan مثل لبنان والأردن. بقول هنا ايه؟ بقول انه هناك بعض الدول التي تعاني من مشكلة التصحر مثل لبنان والأردن. countries يعني دول، جمع كلمة country دولة، countries دول. suffer يعني يعاني، suffer from يعاني من،
desertification موضوع الباراجراف التصحر. like يعني مثل. لبنان هي دولة لبنان. جوردان هي دولة الأردن. finally وأخيرا. desertification is a serious problem. التصحر هو مشكلة خطيرة. and we should find ويجب علينا إيجاد solutions for this problem الحلول لتلك المشكلة. بقول هنا إيه في نهاية الباراجراف؟ بقول وأخيرا التصحر هو مشكلة خطيرة ويجب علينا إيجاد الحلول لتلك المشكلة. finally يعني أخيرا. desertification يعني التصحر. serious هنا بمعنى خطير. problem يعني مشكلة. serious problem مشكلة خطيرة. we should يعني يجب علينا. find إيجاد أو نجد. solutions يعني الحلول. جمع كلمة solution solutions ضفنا ليها S. problem قلنا من شوية يعني مشكلة. يلا بينا نقرأ الباراجراف بسرعة وبدون ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. Desertification is the dry areas like deserts. The causes of desertification are fire, climate change, drought, deforestation, and human activities. When we farm the land many times, the soil will change and be dry, so it won't be good for farming. We can build new houses in the deserts and live there. There are some countries that suffer from desertification like Lebanon and Jordan. Finally, desertification is a serious problem and we should find solution for this problem. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع التصحر desertification. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.